طيب نبتدي الاول بتشكيل الفريق. تمام. يعني يمكن بما انه زي ما انتم تفضلتوا وقلتوا انه الفرقه وحضرتكم عارفين الفرقه دي لعبت الزمالك في مناسبه قبل كده في الكونفدراليه برضو، والسيزون الاخير السيزون اللي هي اتوجت فيه ببطوله الكونفدراليه واجهت البيراميدز في النهائي وتغلبت عليه، فبالتالي يمكن تكون جماهير الكوره في مصر عارفه بعض اللاعبين من فرقه طب. نهضه بركان. خلينا نشوف اخر تشكيل ليهم او ممكن يكون التشكيل المتوقع ليهم في مواجهه النادي الاهلي في مباراه يوم الجمعه. اتفضل دكتور. طبعا هو هناك احتمالين، يعني في احتمال اولا طريقه اللعب ممكن يلعب 5-3-2 5 ب3 طبعا في خط الدفاع بحيث ان هو يامن، وهو لعبها في بعض المباريات. طبعاً. وممكن 4-3-2-1 برضه هيبقى فيه 3 ارتكاز، يعني المهم ان بيبقى فيه ليبرو مع الاثنين المساكين بيغطيهم. في حراسه المرمى ظهير العروبي، وده قبل كده اخذ دوري ابطال افريقيا مع الوداد واخذ الكونفدراليه مع نهضه بركان، وبالتالي حارس عنده خبره 36 سنه عكس الحارس الثاني اللي هو حمزه اللي هو يعتبر حارس اللي هو كان الاساسي، ولكن نتيجه لكثره اخطائه بدا يعتمد على الحارس الخبره اللي هو زهير العروبي. نيجي للثلاثه المدافعين، دايو اللي هو من بوركينا فاسو ده مدافع مميز جدا في الالتحامات الهوائيه. اسماعيل المقدم اللي هو اللي ناحيه الشمال 25 سنه، اسماعيل المقدم ده يعتبر من واحد من افضل المساكين في الفرقه دي، وحضرتك استعرضت ارقامه، مدافع محترم مميز جدا في الالتحامات، بيعتمدوا عليه جدا في تحضير الهجمه، خاصه ان هم اسلوب بناء الهجمه بتاعهم اسلوب اللعب المباشر، ان هم بيعملوا التمرير الطولي على طول للاثنين المهاجمين. فاسماعيل المقدم انا ما شفتوش في الملعب يا دكتور احمد، بس من ارقامه كده حسيته لعيب ستايل بدري شويه، يعني قريب شويه من اسلوب بدري او طريقه لعب بدري. سواء هو قريب بس طبعا مع الفارق بدري افضل طبعاً كتير طبعاً. يعني نيجي برده الناحيه، انا بشبه دايما عشان اقرب الصوره للناس. يعني هو طبعا من ناحيه الالتحامات الهوائيه قوي في تحضير الهجمه برده كويس. حمزه الركراج يعني هو المدافع الايمن. عمر النمساوي الباك اليمين اللي هو بيسموه باك ظهير، يعني بيطير لقدام دايما وبيعمل العرضيات، وده كلنا عارفينه ان هو مميز جدا بالعرضيات ولعب الضربات الثابته. محمد عزيز الباك ليفت هو القائد وعنده 36 سنه. لما تبص على الاعمار في الظاهرين تحديدا 30 سنه و36 سنه اعمار كبيره، ودي لما نستعرضها في الحالات هنعرف المشاكل الدفاعيه اللي بتواجههم، رغم ان عمر النمساوي ده قوه هجوميه كبيره جدا. نيجي بعد كده للاعيب يعني الارتكاز، يعني لو عندنا مستر بيتسو ابتدى بطاهر ومن الوارد يعني انه طاهر وصلاح او طاهر والشحات او طاهر والشحات ممكن يعني يستغلوا طبعا المساحات طبعًا الموجوده ورا عمر النمساوي ومحمد عزيز، يستغلوا فرق السن والعمر اعتقد برضو طبعًا في مصلحه عنده مشكله كبيره قوي محمد عزيز ده في الارتداد، وهنتكلم عليها دلوقتي. طبعًا. يعني ثغره واضحه جدا. نيجي بعد كده ليه محمد فرحان اللي هو لعيب الارتكاز الدفاعي، بكر الهلالي هو الارتكاز الثاني، وفي العربي ناجي. العربي ناجي ده احتمال يبدا لو استغنى عن حمزه الرجراجي اللي هو المساك اليمين ولعب ب 4-3-1-2 اللي هي الدايموند، هيبقى يدخل وينزل العربي ناجي ده برده عنده 30 سنه. بكر الهلالي برده 33 سنه. نيجي لزايد كروش اللي هو صانع الالعاب بتاعهم اللي هو رقم 10 والمميز بلعب الضربات الثابته، ولسه جايب جون من حوالي ماتشين في ضربه ثابته. نيجي للاثنين المهاجمين حمدي العشير وابراهيم البحراوي. ابراهيم البحراوي ده هداف الدوري المغربي السنه اللي فاتت، وهم جابوه عم يعتبر بالنسبه لهم صفقه كويسه. حمدي العشير هو هداف الفرقه في الدوري، هم الاثنين دول هم المهاجمين الاخطر عكس محسن ياجور. طبعا مهاجم برضو رجله دايما فعال على النادي الاهلي، يعني سجل قبل كده في النادي الاهلي في اكتر من فرقه، ولكن محسن ياجور اعتقد ان هو هيكون ورقه رابحه في الشوط الثاني نظرا لكبر سنه ورصيد خبراته برضو ورصيد خبراته طبعا. اما ابراهيم البحراوي وحمد الاشير هم اثنين فراوده دايما بيعتمدوا في بناء الهجمه على التحضير اللعب المباشر، ان انا دايما من خلال اسماعيل المقدم وعمر النمساوي لازم نعمل ضغط عليهم، سواء اسماعيل المقدم او عمر النمساوي اهم اثنين في بناء الهجمه، دايما بيعملوا التمرير الطولي لابراهيم البحراوي وحمدي العشير عشان ابدا انزل الكوره اللي هي الكوره الثانيه. فدور النهارده دور مهم جدا للهجوم في الضغط، في عمليه الضغط العالي على اسماعيل المقدم، هم بيرتبكوا جدا بالضغط. تمام. اسهل حاجه ان انت تضغط عليهم هتعمل هتغلطهم. دي لكن طبعا عندهم زي ما قلنا عمر النمساوي مميز قوي قوي قوي، وهنتكلم عليه دلوقتي في الحالات الفنيه في لعب الضربات.